بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة ناخد واحد من أسرار الرياضيات اللي يخلينا نقدر نحسب مربع أي عدد بسهولة وفي عدة ثواني وبدون آلة حاسبة. لو أنا قلت كده أنا عندي 5 في 5، 5 في 5 تساوي كام؟ طبعا الرقم أو النتيجة بتاعتها معروفة اللي هي تساوي 25. طب لو أنا عندي الرقم ده 15 في 15، والخمستاشر في الخمستاشر دي معناها ان انا بقول ان اسمها مربع الخمستاشر. يعني ايه مربع الخمستاشر؟ او ممكن بنسميها 15 تربيع، او 15 مرفوعة للقوة 2، او 15 مرفوعة للأس 2، فبنسميها كده في المناهج بتاعتنا او في الكتب بتاعتنا بنسميها 15 تربيع. انا عشان اجيب الخمستاشر تربيع دي بيبقى الموضوع صعب، وممكن ان انا اجيبه عن طريق الآلة الحاسبة، وكمان 15 ده رقم صغير، فلو الرقم كبير شوية بيحتاج مننا جهد. في طريقة سهلة جدا ان انا اقدر اجيب بيها مربع اي رقم في الدنيا. لو انا دلوقتي عندي الخمستاشر دي بعمل ايه؟ اول حاجة لو انا شفت على الرقم اليمين ده 5، لو انا شفت الرقم الاولاني ده 5، بسيبني من الخمسة دي خالص وبروح ماسك الرقم اللي بعده على طول. اي ارقام بعدها سواء كان عدد 1 او 2 او 3 او اي رقم، سواء كان اي عدد من الارقام، بروح ماسك الرقم ده زي ما هو كده وبعمله كالآتي. بجيب نفس الرقم ده واضربه في نفس الرقم ده مجموع عليه 1. بعمل ايه؟ بجيب نفس الرقم ده واضربه في نفس الرقم بس بجمع عليه 1. يعني ايه؟ يعني 1 في 1 زائد 1، 1 زائد 1 اللي هي كام؟ اللي هي 2. يبقى 1 في 2 تساوي 2، وبروح واخد الرقم اللي انا طلعته من هنا اللي هي مين؟ اللي هي الاتنين. اروح واخد الاتنين دي اللي هي النتيجة اللي عندي، واروح بقى فاضل لي عندي هنا مين؟ واروح جايب الخمسة دي واحولها لكام؟ واحولها ل25، وتبقى هي دي النتيجة بتاعتي بكل سهولة. طب تعالوا كده نجرب نشوف الآلة الحاسبة هتقول لنا ايه. ادي 15 في 15، او اللي بنسميها 15 تربيع، او مربع الخمستاشر، طلعت لي بكام؟ ب25. طب هل بقى انت عاوز تقنعني ان الطريقة دي ممكن تمشي مع اي ارقام؟ طب تعالوا نجرب كده رقم تاني ونشوف هل الطريقة دي فعلا بتقدر تحل اي ارقام ولا بتكون على الارقام الصغيرة بس. لو انا قلت مثلا 45 في 45، اللي هي معناها ايه؟ اللي هي طبعا 45 تربيع، يعني او ممكن يجيبها لي كده، او اللي هي 45 تربيع. بروح اعمل ايه؟ بروح واخد الرقم الاولاني ده اللي هو الاربعة دي. تعالوا نغير اللون زي ما عملنا في المسألة اللي فاتت. بنقول ادي 4 في 4 زائد 1، احنا خلاص اتفقنا على الطريقة. 4 في 4 زائد 1 يعني كام؟ يعني تساوي 4 في 5 تطلع ب20. بروح واخد ال20 دي وحط جنبها كام؟ وحط جنبها الخمسة دي، بحولها الى 25، فتطلع النتيجة عندي 2025. تعالوا نشوف الآلة الحاسبة هتقول لنا ايه. 45 في 45 تطلع بكام؟ تطلع ب2025. لو انت جربت الطريقة دي مع اي رقم في الدنيا بس الرقم ده يكون بيحتوي على 5 في العدد الاولاني، جرب مع نفس الطريقة دي هتقدر تجيب اي رقم في الدنيا، مربع اي رقم في الدنيا في عدة ثواني بنفس الطريقة دي. حاول تجربها مع ارقام كبيرة ارقام صغيرة هتطلع لك نفس النتيجة، بشرط ان انت يكون الرقم الاولاني بيحتوي على 5. بقية الارقام ليها طرق اخرى هنحاول ان احنا نعرضها بقى تباعا مع بعض علشان نستكشف اسرار الرياضيات اللي تخلينا ننمي مخنا ونستغنى شوية عن الآلة الحاسبة ونبدأ نفكر.